السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح أعلمكم أو أخبركم فائدة تركيب مفتاح لتشغيل المروحة. طبعا هذه التندرة كيف فيها شغال. ركبت لها مروحة خارجية كانت تشتغل صراحة على أو مع الكمبرسر. إذا اشتغل الكمبرسر اشتغلت المروحة، فغيرت النظام زين، ايضا يعمل بالريلي زين، ولكن وضعته على مفتاح. هذا المفتاح، مفتاح التشغيل. طبعا فائدة المفتاح اذا كنت تمشي زين في طريق، طبعا في هذا الطريق راح يكون في هواء اكيد زين، راح يضرب الهواء الشبك الامامي زين او المبرد الخارجي الراديتر للتكييف، فما تحتاج انك تشغل المروحة. المروحة راح تكون مطفية زين، ولكن في حالة وقوفك زين، طبعا راح اوقف اشرب شاي كرك نعدل المزاج زين. وقفت في محل، وقفت في باركينج، وقفت في اشارة تحتاج زين، راح يضعف معاك المكيف ممكن او التبريد. تحتاج انك تشغل، طبعا هني في اضاءة، تحتاج انك تشغل المروحة زين على اساس انك ايضا تساعد في تبريد الشبك زين. بعد ما تخلص مثلا، بعد ما تحرك المركبه، تحركت من الاشاره، كمل طريقك، ممكن تطفيها زين لانك ما راح تحتاجها، ومنها توفر صراحه كهرباء في البطاريه زين، لان المروحه هذه راح تستهلك من البطاريه زين، لان اي قطعه مثل ما قلت اي جهاز اضافي تضيفه مثل هذه الشاشه اضفتها راح تستهلك نزل من البطاريه، لذلك اذا ما راح تستخدمها طفه. ايضا المروحه اذا ما راح تستخدمها طفيها. ويكم الشاي. طبعا الحين راح نتحرك زين، وبالتالي ما راح تحتاج صراحه، اذا تحركت ما راح تحتاج المروحه اثناء حركه المركبه. مثل ما قلت الهواء راح يضربها الامام ويضرب الشبك، تقدر تطفي زين المروحه، بالتالي توفر عليك من البطارية. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.